شركتا يوبر وليفت تنسحبان من أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية. انسحاب الشركتين يأتي بعد استفتاء صوت فيه السكان بنسبة 56% لصالح ضرورة معاينة بصمات السائقين أثناء التحريات عن السوابق الخاصة بهم للعمل لدى شركتي يوبر وليفت. يشار لأن الاستفتاء أجري بمبادرة من الشركتين وليس من السلطات المحلية. الشركتان صرفتا حوالي 7 ملايين يورو لإقناع الناخبين بضرورة القيام بالاختيار الصائب.